كل سنة وانتم طيبين. والكنيسة بتعدنا لآخر حد من شهر كياه، وبتعد الناس كلها علشان تفهم ليه ربنا اتجسد ونزل للبشر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على 3 نقط: قراءة شهر كياه، النقطة الثانية تجسد الرب، النقطة الثالثة اللي هي الأبرار في عين ربنا. أول حاجة لو نبص لشهر كياه، عبارة عن 4 حدود، ولازم يجي 4 حدود. شهر كهف كله بيتقري من لوقا 1، عبارة عن 80 آية، ومتقسمين على 4 حدود. أول حد اللي هو زيارة الملاك لإليصابات، ثاني حد زيارة الملاك للعذراء، ثالث حد لإليصابات لما زارت العذراء لما زارت إليصابات، ورابع حد اللي هو قريناه النهاردة بتاع ميلاد يوحنا المعمداني. نيجي ليلة العيد إن شاء الله نقرأ لوقا 2 من 1 ل 20، ودي القراية كلها اللي تاخد شهر كهف والعيد. لقى 1 كل الإصحاح، ولقى 2 من 1 ل 20، دي القراءات. ثاني حاجة، ليه ربنا اللي لازم كان يتجسد ومفيش حد غيره، وأي دين أو أي واحد لا يؤمن أن المسيح هو الله يعتبر بالعربي كده دين باطل ومستني واحد يخلصه. آدم وحواء لما أخطأوا أخطأوا ضد الله، والله غير محدود. ربنا قال له آدم إيه؟ قال له يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. يعني إيه موتا تموت؟ يعني إن هو مش هيرث الأحياء الأبدية، هيموت حياته بتنتهي. فأي واحد اتولد من آدم وحواء ورث الخطية بتاعت آدم وحواء، عشان الجنس البشري فسد. فلازم واحد يكون بدون خطية، واحد يكون غير محدود يقدر يخلص آدم. فأي واحد غير محدود، مفيش غير واحد بس اللي هو الله. واحد يكون بدون خطية، أي واحد بيتولد وآدم وحواء حامل خطية، فلازم يكون الله. طب الله روح ولا إنسان؟ الله روح. إنجيل يوحنا 4:24 بيقول إيه؟ الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. قصته مع السامرين. طيب إزاي روح تيجي تخلص إنسان والإنسان فيه جسد ونفس وروح؟ فلازم الروح دي تاخد جسد زي جسد الإنسان. فحصل إيه؟ لو العذراء اتجوزت جوازة عادية، يبقى كل واحد اتولد منها حامل الخطية اللي هي بتاعت آدم وحواء. فلازم العذراء تاخد ايه؟ تبقى جوازة بمعجزة. بمعجزة يعني الروح القدس حل عليها وقدس مستودعها، وابتدى يبني الجنين منها من اول الدم، يبتدي يتكون الجنين جواها. الله الروح ده كان روح لاهوت كامل، خد جسد انسان كامل. وهذا بسر عظيم، والقديس بولس الرسول يقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. واحنا الكنيسه بتؤمن ايه؟ بتؤمن ان هو اله كامل وانسان كامل. ولو نفتكر مع بعض الحد اللي فات، لما اليصابات سلمت على العذراء قالت لها ايه؟ قالت لها من اين لي ان تاتي ام ربي الي؟ طب تقول ربنا ازاي لما هو لسه حامل في اسابيع؟ لكن هو ده اللي حصل، كان إله كامل وإنسان كامل. جه القديس كورولوس عمود الدين في مجمع أفسس، عمل إيه؟ الناس بعض يعني الكنيسة، بعض الكنائس وبعض الهرطقات اللي حصلت، يعني مثلا في مجمع أفسس لما تناقش موضوع بيقولوا إيه؟ بيقول نستور المهرطق قال إيه؟ أنا ما أقدرش أقول إن العذراء ولدت إله، الإله لا يولد. العذراء ولدت انسان، وبعد ما ولدت الانسان حل عليه اللاهوت، وما اقدرش اطلق عليها ثيوتوكوس. وده اللي وقف ضده البابا كرولوس عمود الدين في مجمع افسس، وقال وعمل الحرمات الـ12، قال من لا يؤمن ان العذراء ولدت اله كامل وانسان كامل يكون محروم. ومن المجمع ده ابتدينا حطينا نعظمك يا ام النور، ومن المجمع ده الكنيسه ابتدت تطلق على العذراء في اوتوكوس، يعني والده الاله. ونلاقي في الكنيسه كانت عملت ايه بعد كده في القداس؟ قالت بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. وفي مجمع افسس حطوا كانت كلمه زياده اسمها ولا استحاله. يعني ابونا لما بيقف قبل التناوب بيقول بدون اختلاط، يعني ايه؟ يعني انا جايب حبوب قمح وحبوب فول لخبطتهم على بعض، لكن بعد شويه ممكن ارجع الفول هو فول، وارجع القمح هو قمح، او الذره هو ذره، كل واحده منها لسه تقدر تفصلهم. لا، اللاهوت لم ينفصل عن اللاهوت، وابونا بيقول ولا طرفت عين. وما نقدرش نقول ان هو حتى بعد ما المسيح مات على الصليب ان هو انفصل، ما نقدرش نقول كده،
بنقول لاهوت لم يفارق ناقوته لحظه واحده ولا طرفه عين. يبقى دي معناها بدون اختلاط. بدون امتزاج يعني ايه؟ يعني اجيب لبن وميه واخلطهم على بعض. لا اللبن بقى لبن ولا الميه بقت لبن ميه، الميه بقى عليها لبن مشبعه باللبن واللبن بقى خفيف. لا، اللاهوت كان لاهوت والناسوت كان ناسوت. يبقى بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. يعني ايه تغيير؟ لما اجيب اكسجين وكربون او نيتروجين ويطلع واخلطهم على بعض يطلع غاز جديد ثاني اكسيد الكربون بخواص جديده. لا، ما حصلش كده، كان لسه اللاهوت هو اللاهوت والناسوت هو الناسوت. ولا استحاله يعني ايه؟ عشان جه بعد نسطور جه واحد ثاني هارتك قال ان اللاهوت الناسوت ده في اللاهوت بالظبط زي ما تجيب نقطه خل وتحطها في الميه وتدوب وتنتهي. والكنيسه شبه قالت لا وعملت بدون استحاله. فعشان كده بون بيقول بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا حال. طيب نيجي بعض المسلمين بيسالونا ويقول لك ازاي انتوا تقولوا ان الاله بتاعكم اتصلب؟ هو في اله بيتصلب؟ القديس كيرلس عمود الدين لما رد عليهم في مجمع افسس قال ايه؟ قال بالظبط احنا نشبهها بالحديد المحمى بالنار، تجيب حته حديد وتحميها بالنار لحد ما يوصل درجه الاحمرار وتبقى حمراء. وتيجي تضرب على الحديد المحمى بالنار. انت بتضرب على الحديد، الحديد الشكل بتاعه بيتغير، لكن هل النار تأثرت؟ ما تأثرتش. الحديد تأثر لكن النار ما تأثرتش. المسيح لما كان بيتعذب ولما كان بيتصلب الجسد هو اللي حس بالآلام، لكن اللاهوت ما يتألمش. بس اللاهوت لم يفارق الناسوت. ولو اللاهوت فارق الناسوت ما تبقاش الكفاره كامله وما يبقاش ربنا غفر لنا خطايانا، يبقى لسه احنا مستنيين زي اليهود واحد يجي يخلصنا. لا، اللاهوت كان متحد بالناسوت لحد ما ربنا مات على الصليب وبعد الصليب. انتوا عارفين في الصليب حصل ايه؟ المسيح مات على الصليب بالجسد. اللاهوت هو اللاهوت ما اتغيرش، لكن اللاهوت كان متحد بالروح الانسانيه وبالجسد الانساني. اللاهوت متحد بالروح الانسانيه ونزل الجحيم وخرج الناس الابرار وهتلاقوها في متى 27، والناس الابرار خرجت وربنا فتح الفردوس. اللاهوت المتحد بالروح، واللاهوت كان متحد بالجسد بدليل انه قعد 3 ايام في القبر والجسد ما حصلوش اي فساد. فاللاهوت كان متحد بالروح ومتحد بالجسد. وجات القيامه ازاي؟ اللاهوت المتحد بالروح اتحد باللاهوت المتحد بالجسد وقام المسيح وقام القبر مغلق. وبنقول في المديحه كما حقا كما وانتصر واذا الملاك قد جاء ودحرج الحجر. يعني المسيح قام الاول وبعد كده الملاك دحرج الحجر. طب المسيح قام بلاهوت ولا بناسوته؟ لو قام بناسوته بس الناسوت ما يقومش، لكن قام باللاهوت المتحد بالناسوت. طب حاجه ثانيه، المسيح لما مشي على الميه اللاهوت اللي مشي ولا الناسوت؟ لو قلنا اللاهوت يمشي، اللاهوت ملوش رجلين يمشي، اللاهوت روح، ربنا روح، لكن اللاهوت المتحد بالناسوت. لو قلنا في قرص قنا الجليل البابا ديسكورس قالها في مجمع خلقدونيا، لو قلنا اللي ادعى للعرس قنا الجليل اللاهوت ولا الناسوت؟ قال اللاهوت المتحد بالناسوت. لو قلنا الناسوت بس اللي ادعى العرس قنا الجليل ما يقدرش يحول الميه لخمر، لكن اللاهوت المتحد بالناسوت اللي قدر يحول الميه الى خمر. ده بسرعة عقيدة الكنيسة، كان لازم ربنا يتجسد. وعشان كده الكنيسة بتعدنا كده طول الطريق لحد ما نفهم ليه ربنا لازم يتجسد. أي دين، أي واحد لا يؤمن إن هو إله كامل وإنسان كامل واتصلب ومات علشاننا، تعرفوا إن ده واحد لسه هيموت في خطيته ومستني واحد يخلصه وتبقى راحت عليه. وربنا بيقول كده في يوحنا 3:3 ويوحنا 3:5، من لم يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت السماوات وعدها. يوحنا 3:3. احنا الناس دي ما بنتنهاش، الذي لا يؤمن بالمسيح والذي لا يؤمن بالمسيح الله، احنا مش بندينه، لكن احنا بنقول هو ربنا ما فيش غيره، هو اللي لازم يتجسد وما فيش حد ثاني كان ينفع غير انه يتجسد. دي بسرعه اول نقطه. ثاني نقطه نتكلم عليها اللي هو ليه المسيح كان يتجسد. ثالث نقطه اللي هي على انجيل النهارده ولاده يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان ده ابوه وامه كانوا ناس بارين، وكانوا مش بارين في عين اي حد، كانوا بارين في عين الله. يبقى اول نقطه اتكلمنا عليها كياه رواد كياه، ثاني نقطه ان ربنا تجسد، ثالث نقطه ان هو ابوه وامه كانوا ناس بارين في عينين الله.
الانجيل كان بيقول ايه في انجيل لوقا؟ بيقول وكان كلاهما برين امام الله سالكين في جميع الوصايا الرب واحكامه بلا لوم. طب يعني اثنين برين ولادهم يبقوا برين؟ ديفنت يبقوا برين، وده اللي حصل مع يوحنا المعمدان. في ناس بتبقى بره في اعين انفسهم، وناس تبقى بره في اعين الناس، وناس تبقى بره في اعين الله، ونشوف كل واحد يختار كان هو انهي واحد من الحاجات دي. واحد كان بره في عين نفسه، كانوا هيرودس في اعمال الرسل، ابتدى يتكلم فالناس قالت ايه الكلام الجميل ده؟ ده اله اللي بيتكلم مش انسان. ربنا قام ضربه في الوقت ده، والدود ابتدى يرعب جسمه ومات في الحال علشان كان بره في عين نفسه. واحد تاني في العهد القديم في سفر دانيال كان اسمه نبوخذ نصر. نبوخذ نصر ماشي كده عمال يتمشى على السور بتاع بابل ويقول هذه بابل العظيمه التي بنيتها باقتدار يدي. الصوت جاله كده وقال له، الصوت من السماء جاله كده وقال له عشان انت فاكر نسخت العظمه دي لنفسك هتبقى زي الحيوانات وترعى وتاكل الحشيش. وربنا ضربه ضربه كان زي الخنزير وقعد في الجبال، لحد بيقول لما عقلي رجع لي وعرفت ان في الله هو اللي بيدبر الكون كله وهو اللي بيدي الملك لمن يشاء. فدول ناس كانوا برين في اعين انفسهم. ناس تانيين برين في اعين الناس. قصه من القصص حصلت في احدى البلاد. حصل ايه؟ واحد كاهن اترشم جديد في احد البلاد الاوروبيه، وكان رايح البلد بتاعته ياخد الكهنوت، ياخد يبتدي في خدمه في الكنيسه. طلع عليه واحد مسيحي وقتله ولبس اللبس بتاعه وراح الكنيسه. بلد بعيده فالناس ما كانش عارفه الاسقف بعته، ما عرفوش مين ده. الراجل قداسات كان بيصلي، اعترافات كان بياخد، تناول كان بيناول، وماشي بيرفكت. قعد سنه سنتين ثلاثه مش قادر يستحمل، الناس مخدوعه فيه. وقف كده مره في الهيكل وفتح الستر وقال له يا رب الناس دي ومخدوعه فيا، طب وانت؟ قال له انت تقدر تخدع الناس دي لكن انا ما تقدرش تخدعني، دي ليها حساب ودي ليها حساب. ناس شايفاه من بره كويس جدا، وناس شايفاه واحد بيخدم ومش عارفه ده ايه، لكن هو جوه نفسه مش قادر. فتعادي الناس بتبقى مخدوعه فينا من بره، لكن قدام ربنا لما تنكشف كل حاجه هنقف نقول ايه؟ ناس بره في اعين الناس، وناس بره في اعين انفسهم، ونيجي للنقطه الثالثه، ناس برين في اعين الله. القصه دي حصلت في احد الاديره. اثنين رهبان ماشيين كده كان بالدير، فشموا راهب طبخ اكل وكانت وقت الصيام. جريوا رئيس الدير قالوا له يا سيدنا الحق ابونا فلان طبخ النهارده وشامين ريحه اكل واحنا في الصيام الكبير المفروض ما يطبخش. قال لهم طب تعالوا نشوف. راح لقى ابونا الراهب ده طبخ حمام. قال له ابونا ايه اللي بتعمله ده؟ انت مش عارف ان احنا في الصيام؟ قال له سيدنا ده انا من ساعه ما دخلت البريه ما اعرفش احنا في الصيام ولا في الفطار، يعني راجل صام طول الوقت. وجالي اثنين ضيوف هم اللي قاعدين قدامك، فقلت لهم اذبح لكم حاجه، عندي حمام فذبحت لهم الحمام ده. فقال له ابونا ما ينفعش احنا صايمين. قال له خلاص يا ابو سيدنا لو مش نافع خلاص هنكلم الحمام. وقال له ايه بدل الاسقف؟ قال ان احنا صايمين وما ينفعش ناكل في الصيام، يلا طيروا. لقوا الحمام بعد ما كان عمال بيطبخ فيه ودفه ونضفه وبيطبخ فيه، الحمام طلع له ريش وطار وطلع. ناس برين في اعين الله. فهو الانجيل بتاع النهارده، اختار انهي بر انت كنت عايز تعيشه، تكون بر في عين نفسك ولا بر في اعين الناس ولا بار في اعين الله، زي ما قال صباط وزكريا وربنا كافئهم بانهم جابوا يوحنا المعمدان اللي هيئ الطريق قدام ربنا. كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم، واشكروني في صلواتكم.